السلام عليكم ورحمة الله أعزائنا الطلبة وصلنا إلى unit 2 lesson 1 uh, العنوان مالتها the seasons of the year the seasons of the year يعني مواسم السنة المواسم اللي بالسنة طيب uh, بالأحمر يقول لك listen and read then work out what these words mean uh, أصغي وأقرأ أعرف هاي الكلمات شنو معاني هاي الكلمات الموجودة بهذا المستطيل الأخضر اوكي okay. طيب أه هسه اقرا لكم الكلمات الجديده الموجوده بهذا الدرس سيزونز يعني مواسم كولد كولد يعني بارد سنو سنو يعني ثلج أه الثلج هذا اللي ينزل تمام الثلج اللي ينزل يسموه سنو اما الثلج اللي موجود يعني مثلا بالثلاجه فهذا يسموه ايس اوكي okay. هاي القوالب يسموها ايس اما اللي ينزل من السماء يسموه سنو وورم وورم دافئ warm يعني دافئ rain rain يعني المطر sunny مشمس sunny مشمس يعني الجو مشمس هاي صفة windy windy wind يعني ريح okay windy يعني عاصف okay يعني آه الخريف جو الخريف winter winter اللي هو الربيع spring العفو winter اللي هو الشتاء spring اللي هو الربيع hot يعني حار hot يعني حار summer اللي هو الصيف summer الصيف و autumn. autumn autumn اوكي okay. النون بالاخير تقريبا ما تلفظ اوكي okay. autumn آه يعني الخريف آه ممكن انه دي يسمى fall fall f a l l اوكي okay. آه ولكن هنا ما مذكوره عندكم لانه فقط بامريكا يستخدموها اما بقيه اللي يتعلمون انجليزي يستخدمون autumn cool cool كول cool. كول cool تجي صفه للانسان اوكي okay. ان يكون انسان يعني ما مهتم بهواي اشياء وما اعرف شنو اوكي okay. وكول تجي ايضا صفه للطقس اوكي okay. كول cool يعني منعش من يكون الهواء هيك بنسمه بروده اوكي okay. كول cool هذا يسموه لا هو وارم ولا هو كولد ولا هو هات هو كول ويندي اعتقد ادناها نعم كلاودي كلاودي كلاود غيم بدون الواي كلاود غيم الغيم يسموه كلاود اوكي okay. cloudy يعني غائم cloudy يعني غائم weather كلمة weather اللي هي نقصد به الطقس اوكي okay. forecast weather forecast. forecast يعني النشرة weather forecast يعني نشرة النشرة الجوية تمام نشرة الطقس النشرة الجوية temperature. temperature هاي اللفظ الصحيح مالتها temperature ما عليكم بالاستاذ شيل temperature اوكي يعني شنو يعني درجة الحرارة temperature degree degree يعني درجة degree يعني درجة temperature يعني درجة الحرارة طيب هسه راح اقرا لكم اياها هيك زيرو حاطين بهذا الصور الاربعه اللي عندكم هاي الاول وحده الفوق اللي فوق على اليسار لكم نقطه زيرو اوكي صفر تمام يعني uh, zero Celsius, مو يقول There are four seasons in England. هناك أربع مواسم في بريطانيا. England يعني بريطانيا. They are called winter, spring, summer and autumn. اسمها winter. الشتاء spring الربيع, summer الصيف and autumn الخريف. In winter هذا المقطع هو متخصص بال winter الشتاء. In winter في الشتاء it is always cold and usually snows. في الشتاء هي دائما باردة، الشتاء دائما بارد، اوكي ماكو شتاء حار. الشتاء دائما بارد، اوكي؟ And it is usually snows، اوكي؟ وهي عادة أو غالبا، اوكي؟ يتساقط الثلج، اوكي؟ تتساقط الثلج عادة. snows يعني يتساقط الثلج، ما عندنا لها في الترجمة حرفية بالعربي. لأنه احنا نادرا ما تنطق ثلج. على كل، <applause> in spring، بصفحة اللي كانت عليها في 15 15 In spring في الربيع It is often warm and it is usually rains هي عادة تكون دافئة أوكي ليش يقول عادة دافئة؟ لأنه بالربيع بالليل تصير باردة، الظهر تصير دافية، الصبح غبشة شيء باردة، العصر تصير يعني هيك كول وما أعرف شنو، أوكي؟ فهي غالباً لأنه أكثر يعني الإنسان وين يعيش أكثر شيء؟ الصبح، ما ينام بالليل اوكي فغالبا هي تكون دافيه and it usually rains وهي غالبا تمطر طبعا هاي مو عندنا يعني هو قاعد يقول لك بانجلاند في بريطانيا زين نرجع لليسار الجو 25 يعني درجة 25 هاي يمهم درجة 25 درجة 25 احنا لابس ب... لابسين بلوزات in summer في الصيف في الصيف الصيف عندهم 25 in summer في الصيف it is usually sunny غالبا تكون مشمس يعني مشمس 25 and it sometimes hot وهي بعض الاحيان حاره بعض الاحيان حاره في السمر في الصيف عايشين بالجنه طيب 10 يعني درجه حراره 10 in autumn يعني الخريف انهم درجه الحراره مات 10 in autumn في الخريف it is cool هي منعشه and it often windy وهي غالبا عاصفه يعني بها هواء هواي طيب الجواب الأحمر. ask and كويشنز questions about the weather in England. هاي بعد يمكم. إنه no, واحد يسأل الثاني بيناتكم. what's the weather like in summer؟ وكيف يبدو الجو في الصيف؟ طيب. هسه ننزل هاي الجوها. اوكي okay, هاي اللي اللي المستطيل البني. يقول what will the weather be like in London tomorrow? in London tomorrow؟ كيف سيكون الطقس في لندن غدا؟ okay. الجواب مالته راح تطلع من هاي النص هذا الجو، اوكي؟ اللي صاير بهاي الدائره الزقزاق اوكي. لندن، لندن يعني لندن اللي هي عاصمة بريطانيا. Here is the weather forecast، هاي هذه هي النشرة الجوية for tomorrow ليوم الغد. It will be cloudy with some rain in the morning. سوف تكون غائمة مع بعض المطر في الصباح. In the afternoon بعد المساء، اوكي okay. بعد المساء يعني ورا ال ورا 12 It will be dry and sunny سوف يكون الجو او الطقس جافا ومشمسا. The temperature درجه الحراره will be 18 degrees سوف تكون عشر درجه. عرفتوا الفرق بين temperature و okay. temperature هي درجه الحراره 18 degrees يعني 18 درجه. اوكي؟ okay. هاي sunny <applause> طيب It will be cooler in the evening وسوف تكون أكثر برودة. أكثر برودة، أكثر إنعاشاً، أوكي okay. برودة، تمام؟ In the evening مساءً يعني العصرية وفوق. Um, الجواهي يقول Tom and Susan. Tom وSusan go to school in London. يذهبون إلى المدرسة في لندن. What do you think they will wear tomorrow morning? ماذا سوف ماذا تظن أنهم سوف يرتدون غداً؟ okay. صباحا تمام؟ من ممكن تقول انت heavy clothes، اوكي؟ okay? heavy clothes يعني آه ملابس آه دافئه، heavy اوكي، okay? clothes تمام؟ heavy clothes، اوكي؟ okay? او مثلا تكتب warm clothes، اوكي؟ okay? ملابس دافئه تدفي، طيب آه هسه نروح الى شو يعني هذين الصفات شباب مال كل فصل موجود هو بالتمارين ولكنها انها لا لا باس ان نعيدها السبرينج الربيع عندنا الصفات اللي تجي وياه اوكي وارم وريني وارم دافئ ريني ممطر الاوتم الخريف يكون كول cool, كول cool, منعش وويندي عاصف وينتر الشتاء يكون كولد بارد وسنوي مثلج مثلج summer الصيف يكون hot حار و sunny طيب هسه كتاب النشاط اوكي زين كتاب النشاط صفحة page 16 activity book page 16 اش عدنا بي التمرين أي التمرين اي خليكم اذا تشوفون هذا الـ هذا الثرموستات هذا الثرموميتر هذا اللي يقيس درجه الحراره اوكي ويقول لك التمرين يجي لك write these words in the correct places اكتب هذه الكلمات في الاماكن الصحيحه تمام شباب اعيد هذا يقصد به درجات الحراره ببريطانيا مو بالعراق زين آه خليكم هاي درجات الحراره اخي اول وحده الفوق 30 جوها 20 10 0 تمام فعنده ال 30 hot اوكي 30 حار هوت عشرين warm twenty warm يعني دافئ ten عشرة cool cool يعني منعش zero cold cold يعني بارد أوكي okay. هسه من الممكن واحد يقول يعني شلون هم عندهم ال ten degrees اللي هي العشرة درجة مئوية عندهم cool منعش لأنهم ما متعودين على البرد طيب uh, الـ B What's the weather like in each season? كيف يبدو الطقس في كل موسم write the weather words next to the seasons تكتب الكلمات مال الطقس بجانب كل موسم winter الربيع cold snows okay cold يعني بارد snows snows يعني تمطر ثلج spring rains يعني تمطر okay warm يعني دافئ summer الصيف يعني hot حار والكلمة تجي وياها أيضا ساني مشمس أوتن اللي هو الخريف كول cool بارد يعني أو منعش أوكي ويندي عاصف زين وورد بيلدينج كومبليت ذا تكمل هاي الموجودة لو عندكم ناون اسم شباب هاي بالأسود ناون أو الوحدة اللي على اليسار ناون اسم فيربال بالوسط اللي هو الفعل ادجكتيفز جاء ادجكتيف الأخيرة اللي هي الصفة شنو الفرق بيناتهم شباب؟ هذا من يمطر من تنزل هاي النقاط شنو نسمي هذا نسميه مطر فهذا اسمه مطر اوكي رين اسمه تمام او من يمطر ثلج شنو هذا هذا سنو سنو اسمه شنو اسمه سنو اسمه شنو سنو ولكن من نريد نعبر عن هذا الطقس شنو اللي قاعد يصير اوكي نقول it's snowing اوكي قاعد تمطر او it سنوز اوكي قاعد تمطر تمام يعني مثلا نقول it snows in winter تمام ما نقول it's snowing in winter it snows هي يعني لان هاي present uh, simple اوكي نعبر عن فد شيء حقيقي يعني فد فد معلومه علميه اوكي okay. it snows in winter تمطر ثلج بالشتاء تمام snows اوكي يعني تمطر ثلج snowy snowy يعني مثلج تمام الجو مثلج من نقول هذا الجو مثلج تمام هاي الصفه للجو صفة للجو لا هو الفعل اللي شنو جاي يصير ولا اسم الشيء اللي قاعد يسقط طيب النون مال الرين المطر اوكي رين هذا النقاط اللي توقع نسميها الرين هذا مطر رينز يعني تمطر رينز يعني تمطر اوكي ات رينز ان وينتر ات رينز ان spring تمطر في الشتاء وتمطر في الربيع ريني ريني يعني ممطر the weather is rainy الطقس ممطر، اوكي؟ صفة للطقس. طيب عندنا ويند، ويند، ويند يعني الرياح، اوكي؟ الهواء العالي، الرياح، ويند، اوكي؟ ما عندنا فيرب إلها، ما إلها فعل، ماكو ما فعل، اوكي، it winds، ماكو ما هيجي، ماكو، ما اوكي؟ ولكن عندنا صفة، صفة عاصف الطقس عاصف، اوكي؟ جو هوا عالي، تمام؟ ويندي، ويندي، اوكي؟ يعني عاصف، زين. تمرين دي. make sentences like the first one. اصنع جمل مثل الأولى. The first one يا هي أول واحدة يقول it rained هي مطرت مطرت okay أمطرت. it rained it was a rainy day كان يوما ممطرا تمام صفة لليوم it was a rainy day كان يوما ممطرا اثنين it snowed مطرت ثلج okay it snowed it was A snowy day كان يوما مثلجا، تمام؟ Three There was a wind كان هناك بعض الريح، اوكي؟ There was a wind. It was a windy day كان العفو كان يوما عاصفا. إلى هنا نكون انتهينا من يونت 2 لسن 1 إن شاء الله يا رب تكون فهمتوا. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الالكتروني طريقك نحو المعرفه